مدام سناء، ايه اللي حضرتك بتعمليه ده؟ ده مش عارفه، حاسه كده ان الفستان اصل الموديل حلو قوي عاجبني انا. هو الموديل اللي ورق اللي حضرتك حطاه على ال ده على المانيكان. ده موديل حقيقي جميل يعني. عارف ازاي؟ فمش عارفه، حاسه ان الحته دي ناقصه حاجه، مش عارفه بفكر. لو مثلا دي انا اخدتها وعملتها لها ايه فيونكا، شوف ازاي. هتديله إيه حاجه يعني، هتعمل له شكل حاجه كده شكل. استنى كده هوريك تقريبا ازاي. مقلب دي يعني بالوايم كده. يعني عارف مثلا، اتفضلي. الله كده. يعني عارف، مش باينه قوي لانها نفس اللون، انما عملت حتى يعني حاجه كده. انا شعرت من خلال كلامك انه كلمه النيل ترددت على لسانك اكتر من مره، فاصريت ان نلتقي على النيل. اولا انا عايزه اشكرك جدا على المكان الجميل ده. انت عارف النيل ده، انا اولا ما بعرفش اعوم، لاني صادف في حياتي 3-4 سنين لما كنا نروح اسكندريه كل سنه اشوف غريق، فخلاص اتعقدت ما بحبش الميه. انما النيل بيسعدني لدرجه ان عينيا ترغرغ من كتر ما بسعد منه، بحس انه بيحتضنني بيلمني بيشيل مني خوف. على سبيل المثال، انت لو حطيت ايدك في النيل وشلت الميه، الميه ما بتروحش حسها من ايدي غير ميه المالح، بتفضل حسها في ايدي زي ما اتنين بيمسكوا ايدين بعض كده. انا بحس ان ميه النيل بتفضل في ايدي، شيء يعني غريب. بس صدقني ده احساسي. انا بحب احط ايدي في النيل، احب ابص له، اما ببص له بحس بامان، بحس بامان. ده نيل هيعمل لي ايه؟ بس فعلا بيبعث في نفس الامان. مدام سناء، اسره حضرتك فين دلوقتي؟ في الصعيد وفي هنا. في الصعيد لازالوا معطينك؟ طبعا. مش ليه قلتيها بأسى شديد كده؟ يعني طبعا يصعب علي. ليه؟ يعني حتى الآن ما قدروش يتعاطفوا مع اسم سناء جميل الكبير فنيا؟ مش عارف، يصعب عليا فعلا يعني، لاني يعني ما افتكرش ان على مدى عمري كله ان انا عملت حاجه بتشينهم. ما عملتش حاجه بتشينهم. عايز اقول لك، واسف طبعا اذا كنت انا بسال هذه الاسئله بفضول شديد، ربما يكون مزعج بالنسبه لك، ما فيش علاقات في الاعياد في المواسم بينك وبينهم؟ لا ابدا ابدا. هم عايشين فين من فضلك؟ في بعضهم في المهندسين وبعضهم في غمرة. في حد فيهم في ملاوي؟ في بيت أهلي هناك. يعني مش عارف، يعني مش هين علي أقول الجملة، إنما اسمحي لي أطلقها، يعني أنت يا مدام سناء وحيدك الفرع في هذه الحياة. عرفت ليه بحس بخوف بقى؟ عشان كده هنقلبها غم. ليه؟ هي عندها الـ يعني الـ النضال، الخوف. هي دايما خايفه. هل اندم لهذا الخوف؟ لا. ما عرفتيش الدموع وانت طفله؟ طول عمري بعرف الدموع. والدك كان بيشتغل ايه يا مدام سناء؟ انا لما بسعد ببكي. ليه؟ مش فاهمه. لما تسعدي؟ انا لما ببقى سعيده جدا عينيا ترغرغ. ايه ده دي مأساة يعني. هل بقى احيانا نقول يا رب انا مستكتره على نفسي السعاده ولا ايه؟ تصور حقيقي. هل ده المعنى اللي دايما يتقال في الحس الشعبي، ان احنا دايما نقول لما نضحك اللهم اجعله خير؟ المعنى ارد عليك بالصعيدي؟ اتفضلي. بربا. ايه بربا؟ يعني يمكن. بربا يعني يمكن. مدام سناء، من هو الرجل الوحيد في هذه الحياه او حتى عبر مشوار عمرك
الذي تنحنين له احتراماً.